استمرارا لمخططاته التوسعية، يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سياسته العدوانية ضد المنطقة العربية، سواء من خلال عدوانه على سوريا أو محاولاته التدخل في الشأن الليبي أو ممارساته العدوانية في منطقة شرق المتوسط. وأشاروا أن النظام التركي يحاول أن يصدر مشاكله الداخلية إلى الخارج وأن يخدع الداخل للهروب من الأزمات التي تحاصر أنقرة. كما أكد آخرون على أن أجندة أردوغان وبرنامجه السياسي قائم أساساً على أوهام استعادة مجد تركيا القديمة واستعادة الحكم العثماني لدول الشرق الأوسط. ولتنفيذ سياساته، لجأ النظام التركي إلى استخدام ورقة اللاجئين السوريين للضغط على دول الجوار الأوروبية وابتزازهم للحصول على مساعدات مالية، حيث سمح بعبور نحو 30,000 لاجئ سوري صوب الحدود الأوروبية مع بلغاريا واليونان، وفي رفض لسياسته الخاطئة في سوريا والتي أودت بحياة العشرات من الجنود الأتراك في إدلب. انتقدت المعارضة التركية تدخل أردوغان في سوريا وأكدوا أن تورط بلادهم في الصراع بسوريا يؤدي لعزلها ودفعها بعيدا عن الحلفاء الاستراتيجيين بما في ذلك روسيا. وفي هذا السياق أشار محللون إلى أن تركيا تستخدم ورقة المهاجرين لابتزاز الاتحاد الأوروبي في محاولات للحصول على دعم سياسي واستراتيجي ومادية لعملياتها في الشمال السوري. وفي نفس السياق لفت البعض إلى تصريحات النظام التركي بأن أوروبا ستواجه تهديدات جديدة إذا سقطت حكومة فايز السراج المدعومة بالميليشيات الإرهابية في ليبيا. وفي ظل تلك السياسات المتناقضة، أكد عدد من الخبراء أن التحركات الخارجية لنظام أردوغان تهدف للهروب من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تعاني منها البلاد بسبب السياسات الخاطئة وحالة التخبط التي ألقت بظلالها على علاقات أنقرة بدول الجوار الإقليمية. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، أولى حوارات من القاهرة هذه الليلة. تصرفات أردوغان يعني الحقيقة لها كتير جدا من التفسيرات. البعض بيشوف أنها حالة من الهروب من الأوضاع الداخلية في تركيا. البعض الآخر بيقول أنه فقد الصواب فيما يتعلق بتكرار الأزمات التي يصدرها أردوغان للنظام التركي، سواء الأزمات في سوريا أو الأزمة في ليبيا. كمان الحليف أو الشريك الأساسي لتركيا في العديد من الأزمات اللي موجودة في المنطقة روسيا، بترى أن تركيا فقدت السيطرة على تنفيذ التزاماتها فيما يتعلق بالعديد من الاتفاقيات في سوريا. جانب آخر، أردوغان بيهدد بفتح الحدود التركية أمام أي مهاجرين إلى أوروبا. شفنا اليوم حضراتكم وجود عدد كبير من المهاجرين من دول مختلفة أمام الحدود اليونانية، وبتحاول قوات الأمن اليونانية منع هؤلاء المهاجرين من الدخول إلى الأراضي اليونانية. إذن يعني موقف لا يتسم بأي مرونة سواء دبلوماسية أو سياسية. التفاصيل وتحليل ما يحدث في هذا الحوار اللي برحب فيه مع حضراتكم مضيفي الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. أستاذ جميل منورني، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا أستاذ. إيه حكاية أردوغان والتصرفات العشوائية اللي موجودة من أزمة إلى أخرى؟ هو يعني إحنا مش هنقول إنه هو فقط صوابه، لكن هو نفسه بيخرج من أزمة يدخل نفسه في أزمة تانية. صحيح. يعني هو مستمر إن هو يدخل نفسه في أزمات ومش عارف أبعادها إيه. بداية من أنا شايفها من عملية الانقلاب الفاشل اللي كان حاصل عنده هناك في تركيا، واستطاع وقدر إن هو يبعد كل، أنا شايف إن الانقلاب ده كان هو دي تمثيلية يعني، لأنه قدر بيه يستبعد كل أعدائه أو كل من هو معارضين ليه من قضاء من أساتذة جامعة. طبعا الجيش بتاعه دمر كل القيادات وأعداد كبيرة جدا من الجنود وخلافه، وأهنهم على شاشات التلفزيون وأهنهم في الشارع. ثم بعد ذلك هو بيسعى بشكل كبير جدا إن هو يبقى هو المتحكم في منطقة المتوسط، وخاصة بعد ظهور الغاز في منطقة المتوسط في شرق المتوسط. هو كان عايز يبقى هو ليه دور كبير جدا في عمليات نقل الغاز ومشروع نقل الغاز من آسيا إلى الاتحاد الأوروبي، أو من إيران ثم أو من قطر ثم سوريا ثم عن طريق مركز جيهان أو منطقة. لكن هو في الوقت الحالي لقى إن حصلت مصر رسمت حدودها مع اليونان وقبرص.
هو ما بقاش ليه دور في الشرق المتوسط. وايضا في اسرائيل ايضا تم التعامل معها بشكل في الحدود. فاذا هو بره القصه اصلا، فهو سعى ان هو يخش عن طريق ليبيا ان هو يبقى ليه مكان هناك، وعايز يثبت امام شعبه ان انا قادر ان انا ابقى موجود. حتى بعد ترسيم الحدود بين البحريه بين مصر واليونان هو وقبرص، هو قال انا مش معترف بترسيم الحدود دي، ودخل جاب السفن بتاعته للتنقيب او سفينه للتنقيب عن الغاز في المنطقه دي. ثم بعد ذلك بدأ في الهزيان اللي احنا شفناه، ان هو يروح مع السراج ويوقعه على اتفاقية لترسيم الحدود، وهو ما فيش اصلا حدود بحرية بينه وبين ليبيا، ويرسل قوات الى ليبيا او يساند حكومة السراج المنتهي ولاياته، يحاول ان هو يسانده. على الرغم من كده كل ده هو بيحقق خسائر كبيرة جدا، بيحقق خسائر مادية في الاقتصاد بتاعه اللي في الداخل، زي ما احنا شفنا ان اقتصاده بدأ ينهار، العملة الليرة التركية بدأت تنهار بشكل كبير جدا. لكن على الجانب الآخر هو عايز يثبت ان هو له الزراعة الطولة في المنطقة، او انه يحقق طموحاته، او انه يحاول يتغلب على الفشل في الداخل عنده ببطولات خارجية وهمية. هو اللي حصل معاه في سوريا، هو دخل سوريا بيقولك انا عايز الاكراد وبالمنطقة عزلة، ثم بعد ذلك دخل تحالف مع التنظيمات الإرهابية، ولقينا أنه هو خرجهم من السجون ورجعهم على تركيا على أساس تبقى نقطة ارتكاز ويبعتهم بعد كده إلى ليبيا. وده اللي احنا شفناه كله في الفيديوهات والصور اللي نازلة على مواقع التواصل الاجتماعي، هم نفسهم بيصرحوا اللي هم السوريين اللي تم نقلهم من سوريا. هو لما دخل دلوقتي في منطقة الصراع في أدلب ولقى أنه هو فشل في أدلب، والقوات بتاعته اتقتل منهم عدد كبير، حاجة و30 واحد من يومين، وبجانب ان النهاردة في طيارات مسيرة تم إسقاطها وطائرة مقاتلة تم إسقاطها أيضا. هو بيحاول ان هو دايما يستغيث بأي دولة، ومش بيحاول يستغيث كمان، لا ده بيهدد الدول الأخرى. يعني هو الأول استغاث بحلف شمال الأطلنطي، ان هو معتمد على انه شريك في هذا الحلف او عضو من اعضاء حلف شمال الاطلنطي، وفي اتفاقيه بين الحلف ان اي اعتداء على اي دوله يعتبر اعتداء على الحلف، ويجب ان يقوم الحلف باتخاذ الاجراءات المناسبه. لكن هو اعتداء على دوله، مش انت داخل تعتدي في صحيح. دوله مش دولتك، ارض مش ارضك، انت داخل سوريا وبتحارب الجيش السوري، مش عارف ايه السبب، وبيحاول ان هو يصدر قرار دولي او من الاتحاد الاوروبي بحظر الطيران في منطقه عازله وحظر الطيران في منطقه ادلب، وبيهدد الجيش السوري اصلا اللي بيدافع على ارضه من انت واحد داخل تحارب على ارضي فانا بحاربك. لا هو عايز الجيش السوري يتوقف، فبيطالب من حلف الناتو ان هو يتدخل، وطبقا لقرارات حلف الناتو ان هو حلف عقيدته دفاعيه، ان هو ما يهاجمش اي دوله الا بقرار من الامم المتحده او بقرار من قياده الحلف. وزي ما احنا شفنا هو اشترك في يعني حلف الناتو اشترك في ضربات تنفيذ ضربات جويه في مرتين، مره في يوغوسلافيا في التسعينات القرن الماضي، ومره لما ايضا حلف الناتو اخذ قراره بتنفيذ عمليات عسكريه داخل ليبيا، طبعا كان بدعم من جامعة الدول العربية أو بطلب من جامعة الدول العربية وقتها. إنما أنت هتخش عايز تعتمد على أنك عضو في الحلف فداخل تحتل دولة أو داخل تحارب هذا الجيش السوري وبيطالب تدخل الحلف، فالحلف طبعا هيرفض. هو طبعا بيضغط على الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلنطي دلوقتي أنه هو يفتح الحدود. هو دايما بيراهن بورقة الحدود واللاجئين، وبيقول ان هو اللاجئين عنده 4.5 مليون لاجئ من سوريا فقط، وان دول هو بيصرف عليهم، هو بياخد معونات من الامم المتحده قد كده، وبياخد اموال من الاتحاد الاوروبي، وبيبتز الاتحاد الاوروبي دوما ان انا عندي اللاجئين وانا ممكن افتح الحدود. ودي قالها اكتر من مره، وبالفعل قدر ان هو يوصل اللاجئين بتوعه، وكان في عربيات واتوبيسات بتنقلهم لغايه الحدود مع اليونان، والقوات اليونانيه كانت بتمنعهم. هو دايما بيحاول ان هو يدخل يقحم نفسه
في أزمات، وعلى الجانب الآخر بيبتز الدول الأخرى، بيبتز حلف شمال أطلنطي، بيبتز دول الاتحاد الأوروبي، وهو في أصلا يعني زي ما تقول حقد بينه وبين دول الاتحاد الأوروبي. تمام. أو الاتحاد الأوروبي كاتحاد أوروبي. ليه؟ لأنه قدم كل التنازلات اللي طلبها الاتحاد الأوروبي عشان ينضم يبقى عضو في الاتحاد الأوروبي، لكن الاتحاد كل مرة كان بيقول له لأ. يعني قدم كل التنازلات اللي ممكن يقدمها أي بني آدم، لكن في النهاية بيتقال له لأ. فهو عايز يثبت لدول الاتحاد الأوروبي إن أنا الدولة القوية، إن أنا الدولة اللي أنا هقدر أهددكم، الدولة لو ما سمعتوش كلامي أنا هفتح الحدود وأدخل لكم 5 مليون واحد لاجئ، يأثروا طبعا بشكل كبير على اقتصاد الدول دي، وقد يكون من ضمنهم تنظيمات وجماعات إرهابية هو ممكن يكون مسربها، فكل ده بيسبب الأزمة. لكن أنا شايف إن هو تورط بشكل كبير جوه سوريا في الوقت الحالي. يعني هو بيقول إن هو أطلق عملية عسكرية كبرى ابتداء من النهاردة ضد الجيش السوري، يعني هو جوه سوريا فأطلق عملية عسكرية ضخمة ضد الجيش السوري ردا على مقتل 33 جندي بتوعه. فأعتقد إن هو هيلاقي خسائر كبيرة جدا في قواته، وأعتقد إن هتبقى العملية هتأزم، يعني هتتأزم المشكلة، بجانب ان روسيا ايضا اللي هي زي ما حضرتك قلت حليف ليه هو في المنطقة، روسيا رفض تدخله بشكل كبير جدا، ورفض استخدامه القوة ضد الجيش السوري، والولايات المتحدة الامريكية طبعا مش تتدخل معاه باي شكل من الاشكال، رغم ان هو بيرسل رسائل كتيرة جدا للولايات المتحدة، بحيث ان الولايات المتحدة هي تمتلك قيادة داخل حلف شمال الأطلنطي ان هي تحرك الحلف، لكن الحلف مش هيتحرك، دول الاتحاد الأوروبي مش هتتحرك. فهو واقع في أزمة كبيرة جدا في سوريا. على الجانب الآخر هو واقع في أزمة كبيرة أيضا في ليبيا، العناصر اللي هو بيبعتها من الجيش اللي هم بيعتبروا خبراء يعني عسكريين كبار بيتم استهدافهم هناك في ليبيا، العناصر التنظيمات الإرهابية اللي هو بيرسلها من تركيا إلى ليبيا أيضا بيتم استهدافهم من الجيش الوطني الليبي. إذن أعتقد أن المرحلة اللي جاية هي مرحلة صعبة جدا هتكون على أردوغان على كافة الاتجاهات بتاعته. الحقيقة الجانب الروسي بيقول أن أردوغان أو تركيا لم تتمكن من تنفيذ اتفاقياتها أو تعهداتها فيما يتعلق بمناطق خفض التصعيد خاصة في إدلب، وقالت كمان أن أردوغان لم يستطيع التفرقة بين المعارضة والتنظيمات الإرهابية. يعني في تقديرك أنت قوة الجيش العربي السوري وقدرته على القيام بمثل هذه العمليات العسكرية اللي كانت موجودة منذ يومين، وعلى تحقيق كمان أرضية جديدة في إدلب المختلفة، بتشوف هذا الأمر إزاي؟ هو أنت حضرتك لو بصيت على الجيش العربي السوري، يعني لو نتكلم عليه، هو جيش بقاله 10 سنين أو 9 سنين داخل في حرب شرسة ضد التنظيمات الإرهابية بالوكالة، وفيها العديد من التنظيمات الإرهابية، لكن كتلة الجيش الوطني السوري باقية كما هي. يعني صحيح. يعني قوة الجيش الوطني السوري باقية، زي ما احنا شفنا عنده أنظمة دفاع جوي مزودوا بيها الاتحاد السوفيتي، روسيا آسف، الاتحاد السوفيتي انتهى من زمان، تمام، سابقا يعني. سابقا اللي هي روسيا مدياله أنظمة دفاع جوي قوية، وقدر بيها ان هو يتعامل مع، حضرتك لو تتذكر العمليات العسكرية اللي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد روسيا، قدر ان هو يسقط العديد من الصواريخ، وايضا في عمليات الاسرائيليه اللي بتتم داخل الاراضي السوريه القوات الدفاع الجوي بتنفذ، بجانب القوات اللي على الارض اللي هي القوات البريه والقوات المدفعيه، كل دي شغاله بشكل كبير جدا، وقدرت انها تحقق نجاحات خلال الفتره الماضيه. اعتقد انها في الوقت الحالي بقى وقوفهم امام الجيش التركي، اعتقد دي مرحله فاصله في الجيش السوري، ولازم يثبت، هو اكيد هم جواهم ان هم لازم يثبتوا عايزين يهزموا الجيش السوري التركي ويبعدوه. انت بتخلص طار، انت كمان بتخلص طار يعني مع الادق، وبعدين انت الحمد لله سيطرت تقريبا على يعني اكتر من 90% من الاراضي السورية. فكل يوم بتزداد قوه، كل يوم بتزداد كمان الروح المعنويه بترتفع. بالزبط. فانت كمان عندك طار مع النظام التركي تحديدا، يعني مع النظام التركي، فانت
هتحقق هدفك، واعتقد ان هم هيكبدوه خسائر. وزي ما بقول لحضرتك الجيش العربي السوري جيش قوي وقادر ان هو خلال التسع سنين دول ان هو يحقق نجاحات كتيره جدا، رغم ان الناس كتير جدا بتقول ان هو انهار الجيش السوري وقع الجيش. لا، الكتله الحيويه بتاعت الجيش السوري لا زالت باقيه وقويه وثابته، بدليل ان الدوله لسه موجوده لغايه دلوقتي، بدليل تحقيق النجاحات اللي على الارض اللي بتتحقق لغايه دلوقتي. فاعتقد ان دي هتبقى صفعه جديده ايضا لاردوغان في سوريا. موقف روسيا تقريبا هيكون ايه في تقديرك؟ روسيا هي من الدول الداعمه للنظام التركي والدوله للنظام السوري والدوله السوريه على مدار الازمات اللي كانت موجوده من عشرات السنين. في الفتره الاخيره لاحظنا ان فيه، مش عايز اقول تضارب المصالح، ولكن اختلاف كبير في وجهات النظر تجاه العديد من الازمات بين تركيا وروسيا. يعني في تقديرك اذا اخذت العمليه العسكريه طابع كبير كما يقول اردوغان، هيكون موقف روسيا ايه من هذه العملية؟ يترك الجيش العربي السوري أو لا يكون فيه نوع من الدعم بشكل أو بآخر؟ وأنا عايز أقول نقطة مهمة جدا، أن روسيا كانت بتبحث عن موضع قدم في منطقة الشرق الأوسط وفي المتوسط منذ فترة طويلة جدا. صحيح. كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي اللي مسيطرة، هي قدرت أنها يكون ليها، وقد كان في 2015 تمام، لما عملت القواعد البحرية بتاعتها والقواعد العسكرية في سوريا. فهي لن تتنازل عن مكانها ده، ولن تتنازل عن حليفها اللي موجود دلوقتي في المنطقة اللي هو سوريا. يعني مش لن تسمح ان اردوغان يخش ويحقق خسائر. يعني انا كنت بحارب معاك مع سوريا، مع الجيش السوري، بحارب معاك اسيبك عشان الجيش التركي هو اللي يخش ويحقق اهدافه ويحقق مصالحه جوه سوريا وانا قاعد ما بتكلمش؟ لا، يعني لازم، طالما ان روسيا دخلت وبقى ليها موضع قدم في المنطقة، اذا اصبحت هي من القوة الفاعلة المؤثرة في منطقة الشرق الاوسط، القادرة على فرض كلمتها ان لم يكن بالسياسة اعتقد ان هو هيكون بالقوة لايقاف تحركات اردوغان. حتى اردوغان النهاردة هو بيتكلم بيقول انا يعني احنا مش هنستهدف القوات الروسيه، هو عايز يحيد روسيا عن الموضوع تماما، بيقول ان احنا مش داخلين نستهدف القوات الروسيه في العمليه العسكريه دي. لكن اعتقد ان زي ما بقول لحضرتك، لو روسيا ما قدرتش انها تنفذ قرارها بالسياسه، اعتقد ان هي هتنفذه بالقوه، هتقف بجانب الجيش السوري في الوقت الحالي، لان اللهجه عليت الروسيه. صحيح. ضد تركيا، بل بالعكس انها يعني في تركيا بدات ان هي عايزه يبقى في لقاء بين اردوغان وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. فاعتقد ان الازمه دي ان روسيا هيبقى ليها دور ودور قوي في ايقاف التحركات التركيه. موقف الولايات المتحده الامريكيه في تقديرك من الازمه السوريه حاليا؟ وبين يعني احنا كل شويه بنشوف كلام من الجانب التركي بشان عمليه عسكريه باختراق الحدود السوريه بشكل او باخر، وبتجد ان التصريحات الامريكيه مع النظام التركي احيانا، وفي نفس الوقت تغازله بتصريحات اخرى لتحقيق مصالح او اهداف في اماكن اخرى. يعني في تقديرك موقفها ايه من مثل هذه العمليه؟ هو طبعا برضو في مصالح امريكيه مشتركه امريكيه تركي. تركيه القواعد العسكرية، قاعدة تنجرليك اللي فيها الآلاف من الجنود وأكثر من 150 رأس نووي ومئات الطائرات، كل ده كان معمول. فأعتقد أن في مصالح بين الولايات المتحدة وبين تركيا، لكن اللاعب الأساسي في سوريا في الوقت الحالي هو روسيا. فزي ما تقول الولايات المتحدة الأمريكية هي يعني مش متداخلة بشكل كبير جدا في الأزمة الروسية، وسايبها في الأزمة السورية، وسايبة جزء كبير منها لروسيا. هي كان الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت ان هي تدرب عدد من القوات اللي هي قوات الجيش الديمقراطي، سوريا الديمقراطية. سوريا الديمقراطية من قالت عنهم المعارضة بالظبط، ودول في النهايه وقفوا مع الجيش السوري ضد. صحيح. ضد تركيا وضد الغزو التركي وضد التنظيمات والجماعات الارهابيه، يعني دول بقوا انضموا خلاص للجيش العربي السوري. فالولايات المتحده الامريكيه دلوقتي ملهاش، يعني هي بتقول ان انا كنت بضرب التنظيمات والجماعات الارهابيه اللي موجوده جوه سوريا والعراق،
فهو قالت ان احنا حققنا اهدافها، ومن وقتها هي بعدت بشكل كبير تراقب الموضوع عن كثب من بعيد. ليه؟ لان هو بيسعى اردوغان ان هو يميل الكفه ليه من الولايات المتحده الامريكيه، على اساس ان حلف شمال الاطلنطي يتدخل معاه في العمليات العسكريه دي، وزي ما قلت لحضرتك ان الحلف مش هتدخل نهائيا في الوقت الحالي. طيب خليني اسال حضرتك، هو اردوغان عايز ايه؟ يعني عايز ايه من سوريا حاليا؟ هو الجيش العربي السوري والدولة السورية استطاعت الصمود أمام كل المخططات الإرهابية اللي حقيقة تكتفت عليها العديد من أنظمة المخابرات على المستوى العالمي، واستطاعت سوريا أن تحقق صوت كبير جدا في هذا الأمر. انتقل من سوريا بيلعب في الملف الليبي بشكل كبير، إيه؟ هو إحنا لازم نبقى عارفين إن أردوغان أولا وأخيرا هو الراعي الرسمي للتنظيمات والجماعات الإرهابية اللي موجودة في منطقة الشرق الأوسط، وده مش وليد النهارده، ده من فتره طويله، واحتضانه ليهم. وهو دخوله اصلا سوريا اول حاجه عملها انه فتح السجون امام تنظيم داعش الارهابي عشان يهربهم من السجون، وبيرسلهم الى ليبيا. هو واخد عنده قواعد موجوده في الصومال، باعتبار ان الصومال دوله في الوقت الحالي يعني دولة رخوة وفي منطقة استراتيجية، فهو عامل فيها أيضا قواعد لتدريب التنظيمات والجماعات الإرهابية، وخد حاول ياخد جزيرة سواكن من عمر البشير من أجل برضو أن دي تكون قاعدة للتنظيمات الإرهابية لمحاولة نشرها. هو تخيل أنه هو بالتنظيمات الإرهابية دي هو قادر على تنفيذ حروب بالوكالة لتحقيق مصالحه اللي هو عايزها، مصالحه اللي هو عايزها زي ما احنا عارفين ان هي من 2011 لغايه دلوقتي، ان هو يبقى ليه حلفاء وتنظيم الاخوان الارهابي يحكم مصر ويحكم المنطقه ويبقى هو الزعيم. ما حققش اي نتائج حتى الان، لكن هو بيسعى، يعني طول ما هو موجود هو بيسعى. ما هي عايز اقول لحضرتك ده واحد غير كل شيء عمله في الدولة التركية، الدولة التركية لتحسين مكانه، يعني غير القوانين وغير الدستور وغير كل حاجة، وزي ما بقول وغير كمان دور الجيش وما الى ذلك، يعني حاجات كتيرة جدا. حتى يعني الجيش ده كان مقدس هناك في تركيا، صحيح هو اهان الجيش تماما. واعتقد ان لو في قيادات داخل القوات المسلحة التركية قيادات قوية ما كانتش قبلت انها تكون بهذه الاهانه، وان هم يهانوا بهذا الشكل من اردوغان. هو ايضا عامل في الداخل، هو عامل جيش موازي او تنظيم موازي لحمايته وحمايه النظام، وهو ده اللي احنا شفناه لما حصل عمليه الانقلاب دي. الناس المجاميع اللي طلعت وقفت امام عناصر الجيش في اماكن كثيره جدا، وكنا شايفينهم كلهم اللي كانوا طالعين دول، فهو عاملهم دول لمواجهه تنظيم زي الحرس الثوري كده الايراني بس بشكل مختلف. واللي كانوا عايزين يعملوه الاخوان في مصر، واللي كانوا عايزين يعملوه تنظيم الاخوان الارهابي اللي ابتدوا بدعم برضو من تركيا وبدعم كان من الولايات المتحده الامريكيه وقتها والسفيره ام باترسون هنا، ان هم يعملوا ميليشيات على جرار الحرس الثوري. بالظبط. فهو عايز يكمل زي ما بقول لحضرتك، هو طول ما هو موجود هو عايز يكمل ما فعله، مش عايز يظهر امام العالم انه فاشل، مش عايز يظهر امام شعبه انه فاشل، مش عايز يظهر امام حلفائه انه زي قطر انه فاشل. فطول ما هم بيمدوه بالاموال زي قطر بتمده بالاموال عشان يسلح التنظيمات الارهابيه اللي هو عاملها، هو بيكمل في المناوشات، مستمر في فساده، مستمر في ارهابه، مستمر في محاولاته لتمزيق المنطقة. طيب سؤالي الأخير، إلى أي مدى بترى أن في نوع من التقارب أو الربط بما يفعله أردوغان في سوريا وما يفعله في ليبيا؟ هو طبعا اللي بيفعله في ليبيا شيء طبعا هدفه الأول والأخير، إحنا لازم برضو نحط كل الاعتبارات صحيح. وكل الأهداف قدامنا. هو هدفه إثارة البلبلة وإثارة الأزمة ومحاولة تصدير الأزمة إلى الجانب المصري، دي حاجة ده قولا واحدا. يعني دي حاجة احنا لازم نبقى عارفينها. ودخوله في غاز المتوسط ده لأن مصر أعلنت من قبل إنها هي الدولة هتكون متصدرة للطاقة في المنطقة، مش مصدرة للطاقة بس في الغاز، لا هي مصدرة مركز إقليمي للطاقة، مركز إقليمي للطاقة في الغاز وأيضا في الكهرباء وفي تسييل الغاز. فكل ده معروف، فهو ده أثار حافظته، فلازم نبقى عارفين وحاطين إن دي ليه أهداف برضو.
فوجوده في تركيا في ليبيا هو محاولة أيضا تصدير الأزمة لمصر عن طريق التنظيمات الإرهابية اللي بيرسلها أنها تحاول تخترق الحدود وتخش لمصر وتنفذ عمليات إرهابية، أو تحاول أنها تنفذ عمليات إرهابية أيضا في المتوسط. وأعتقد أن ده مش هيحصل لأن الجيش الوطني الليبي ماشي بشكل قوي جدا. على الجانب السوري طبعا ليه أهداف أخرى، أولا القضاء على الأكراد عشان لا تقام دولة كردية على حدوده، وأيضا لحماية أيضا التنظيمات الإرهابية. نورتني، أنا مبسوط، أنا سعيد جدا بالتحليل الرائع لسيادتك ده. أشكرك جدا للأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. مشاهدين الكرام، بنروح سريعا لموجز الأنباء مع حضراتكم مع زميل أحمد فؤاد، بعد نتواصل في الحوار القادم بإذن الله، ابقوا معنا.